شيخ بعض الكتاب والأدباء يقولون دائما إن ومن سخرية القدر حصل كذا وكذا، هل يجوز هذا؟ نعم، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقول من سخرية القدر، لأن القدر تقدير من؟ تقدير الله عز وجل، وتقدير الله كله حكمة، كله حكمة. نعم، قد يسخر الله من الناس، مثل من كقوله تعالى فيسخرون منهم، سخر الله منهم، لكن القدر من حيث هو قدر ليس سخرية، كله حكمة وكله موافق للصواب وكله جد. لكن من سخر بالله أو بأولياء الله سخر الله منه. ومن سخرية الله بهؤلاء أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذا من سخرية الله، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم.